بتكلمي مين؟ كنت بكلم الأجزخانة عشان أجيب شاشة وتطبيري دي. هي لسه بتوجعك؟ أوي. على كل حال أنا هجيب لك رباط الشاشة. جبت الأكل؟ لا أصلي نسيت الفلوس. ما تتأخرش يا جلال. يا ست ده هتودينا في داهية. اطلع اطلع. اطلع على فين؟ على طول ارجوك. تاني السلامة تاني. أرجوك أنا مستعجلة قوي. حاضر. عايزة تروحي فين بالظبط؟ وديني اسم البوليس. ليه كفالة الشر؟ حد مضايقك؟ حد زعلك؟ لا أبدا. بس هطلق جوزي. يا ميت خسارة يا أولاد. هي الأيام دي مفيش جوازة بتدوم. ده زمن إيه المهابب ده؟ بتقولي طلاق؟ يبقى حضرتك عايزه المأذون مش عاوزه الاسم. بس هنا من فضلك. هنا كويس، نزلني هنا. متشكرة. مع السلامة. تسمح
التليفون من فضلك. تفضل. لو كنت في فلسطين اكلم الاستاذ علاء الدين فهمي من فضلك. علاء معلش اضطريت اقطع المكالمه لان جلال كان جه. اسمع انا بكلمك من الشارع، انا رايح الاسم دلوقتي ابلغ عنه. اسم باب شرق، حصلني هناك يا علاء. تمن المكالمه يا هاني. خدي بقى يا ست. تسمع من فضلك؟ نعم. هلا هلا استنى بس. السلام عليكم. هلا هلا. من فضلك من فضلك انا جاي ابلغ عن جريمه قتل. الو. ايوه طبعا فاكر قضيه غرق شكري فهمي. ايوه المحضر كان عندي. ايه بتقول ايه؟ حاضر. جيت في وقتك يا علاء، تعال معايا. على فين؟ على النيابة. دي قضية منتهية، وعشان نعيد التحقيق لازم سيادتك تجيب لنا دليل مادي. أكتر من اعترافه، هو اعترف لي إنه موت شكري. في شاهد على الاعتراف ده؟ ما أنا بقول لسيادتك كنا بالليل، وما كانش في حد أبدًا معانا. يا هانم دي قوانين، لابد من الشهود. يا فندم أنا متأكد إن حياتنا هات في خطر. احنا واجهناه باتهامك ونفى كل اللي قلتيه. هو جيب نفسه يبلغ عن هروبك، بيقول ان في دافع ورا اتهامك له. دافع؟ وايه هو الدافع ده؟ بيقول انك على علاقه بالكابتن علاء. انا مفروض يا فندم. انا متاسف بالنيابه عنك، اصل العصابة تعبانة شوية. عن اذنك لحظة يا استاذ جلال، احنا لسه ما قفلناش المحضر. اتفضل يا استاذ. فانسان عزيزة خدمة ممتازة. اهلا علاء بيه. اهلا. ازيك يا عزيز؟ اتفضل. اهلا بالأمورة الحلوة. مراتك طبعا على فكرة ذوقك مدهش. قربتي. ايوه فعلا ده في شبه كبير جدا منكم بين بعض. لو سمحت عايزين اوضه. فانسيون كله تحت امرك. فانسيون عزيزة خدمة ممتازة. اتفضل. على فكرة علاء بيه ده أحسن زبون عندنا، أحسن أوضة في الفانسيون. بتطلع على البحر. فانسيون عزيزة خدمة ممتازة. هو فين الشنط؟ جايين حالا. أجازة. مفيش حاجة طول النهار. مش كان ما هو لازم تاكلي عشان تعرفي تفكري. أنا شخصيا ما أعرفش أفكر إلا إذا كانت بطني مليانة.
هروح اجيب لك اكل. لا ماليش نفس خالص. طيب هسيبك عشان اعصابك ترتاح. حاولي تنام. النوم هو اللي هيهدي اعصابك. هعدي عليك اخر النهار. علاء متشكرة متشكرة قوي على كل حاجة. مش هتقدري تسيبيني ابدا. لو سبتيني هقتلك. فاهمه؟ هقتلك. مدام رحمه علاء علاء الله مالك يا نادر؟ جلال هو فين جلال؟ هيقتلني. يقتلك ازاي بس؟ هو معقول يعرف مكانك؟ اه ده كلمني في التليفون. ايه؟ وقال لي هقتلك لو سبتيني. الله طب عارف مكانك ازاي؟ اما جن صحيح هيعملها يا علاء. انت مجنون. طب اسمعي احنا لازم نبلغ البوليس. انا ليا واحد صاحبي ظابط في اسم الابراهيميه. تعالي نفوت عليه. تعال. فعلا يا علاء محدش يقدر يعمل له حاجه. لازم دليل مادي جديد عشان يعيدوا التحقيق في القضيه. يعني مش ممكن تقبضوا عليه؟ لو قبضنا على كل راجل بيهدد مراته يبقى مش هتكفي كل السجون اللي عندنا. لكن تهددها انه يقتلها. بس مفيش دليل، القانون في صفه. لو قبضنا عليه يقدر اي محامي يخرجه في ظرف 10 دقايق. طيب يعني مش هتقدروا تعملوا حاجه بقى الا بعد ما يقتلني. ارجوكي تقدري موقفي. انا حاسس بمشكلتك لان في رجاله بيدفعهم الحب للجنون والقتل. دي حاله بنواجهها كتير. عشان كده انا بنصحك انك تسيب اسكندريه وتسافر فورا. جلال قتل شكري واعترف لي وكان عاوز يقتلني واعترف لي وبرضه محدش قادر يعمل له حاجه. نهد لازم تهدي. وبيسحب من قهر يعني افضل طول عمري قهر. لا مش قهر مش قهر. لكن وجودك هنا خطر عليكي. ارجوك يا علاء لازم تبعدي عن اسكندريه باي شكل. انا شايف ان مصطفى معاه حق. لازم تسافري مصر. وانا هكلف 2 مخبرين يحرسوكي لحد ما تسافري. مش مفروض طبعا اعمل كده لكن علشان تطمني. يلا يلا متشكر يا مصطفى. يلا اتفضل. متشكر يا عزيزي. العفو. هو 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 علاء ما تسيبنيش. جاي لك حالا. علاء في ايه؟ في ايه؟ ها؟
يا فندم الدوشه اللي بتعملها دي. ازيك النهارده؟ يعني ادي تذكرة الديزل، فضل عليه ساعة ويقوم. انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. انا شايف انك لازم تغيري حياتك، ترجعي شركة مصر للطيران تاني، شوفي لك سفرية بعيدة شوية وتهدي اعصابك. اعصابي تهدى ازاي وانا مستنية الموت بين دقيقة والتانية؟ بعد الشر عليك. تعالى شوف بختي على الصبح. اهي. مفيش داعي للتشاؤم، الرايه السودا دي اللي بيستحمل مش لناهد. عزيزة خدمة ممتازة. طيب يوه، هي الدنيا تعرف
ولا طيرتي اللي سابتني وطار؟ نهد مش معقول. اهلا اهلا يا نهد، الحمد لله على السلامه يا بنتي. خشي يا مجرمه خشي. ده انا زعلانه منك قوي، ولا التليفون حتى عشان اعرف عنوانك تختفي كده مره واحده. انت نسيتي ان ليكي صاحبه اسمها لولا؟ ولا خلاص يا ستي بنلاقي احبابه ونسي اصحابه؟ كان نفسي ابعتلك تلغراف تهنئه. بنتي وحشاني بشكل. هي قولي لي قضيت شهر العسل فين؟ احكي لي بالتفصيل، ما تخبيش عليا حاجه ابدا. على فكره انا زعلت من حماده وسبته، بس وحياتك مش غلطتي، غلطته هو. ها احكي لي بقى، ده انسان عجيب اللي قدر ياثر عليكي وينسيكي حزنك على جوزك الاولاني ويطير بيكي في دنيا الحب. يا سلام على الحب. اما انا معلقه دلوقتي حته واد، انما ايه الان دلون يتاكل اكل. تعرفي كل زمايلك زعلانين منك، محدش مننا عارف الحقيقه. اللي تقول اتجوزت، واللي تقول اتخطبت، واللي تقول استقالت، حتى مطلعين تشنيعه بيقولوا انك من يوم ما سبت شركه مصر للطيران والشركه باظت. انا عايزه ارجع الشغل تاني. تتكلمي جد؟ تبقى الشركه اتصلحت. الحقيقه من يوم ما سبتينا وسيرتك الحلوه دايما على لساننا. لاهد مفيش احسن منها، مش ممكن تتعود ابدا. فرق كبير بينها وبين ميسه ولا ملك ولا ماجده. عيب يا لول، كلهم كويسين الا هي لسانها طويل حبتين. اه انا عموما يا ناهد انا متشكره على اهتمامك بعملك، وحضري نفسك للسفر. انا اللي متشكره جدا، وارجوك اذا كان في رحله بعيده ابقي ابعتيني فيها. غريبه، مع انك كنت بتكرهي الرحلات البعيده. ما هي راجعه من اسكندريه احوالها معكوسه. لولا بطلي بقى. ازاي لو بطلت ما تبقاش لولا؟ هو انا اتكلم؟ انا متشكره قوي يا ريس. العفو يا ناهد، مع السلامه. مع السلامة يا غلبوية. أنا بلاش لمودة بقى، تعالي. أفهم بقى، أنا مش فاهمة حاجة خالص من ساعة ما جيتي لحد دلوقتي وأنا مش قادرة أعرف منك حاجة. قولي لي بقى، ريحيني. عايزة أكلم اسكندرية. تكلمي مين؟ جوزك؟ لا. طيب لا. طب أمال عايزة تكلمي مين؟ أرجوك يا لولا بطلي كلام بقى. هو انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بس كان نفسي افهم افهم. الو. ايوه ايوه انا طالبه اسكندريه. بانسيون عزيزه خدمه ممتازه. اهلا اهلا مدام ناهد، اهلا. ازيك دلوقتي؟ لا ابدا العفو، انا ما عملتش حاجه، دي حاجة بسيطة أوي. أما الأستاذ جلال كان هيتجنن لما عرف إن إحنا ضحكنا عليه. كابتن علاء فين؟ لسه مرجعش؟ طب أرجوكي أول لما يجي قولي له إن ناهد كويسة وهي عند صاحبتها لولا. العنوان اكتبيه من فضلك. لحظة واحدة. أيوة؟ أيوة؟ متشكرة يا عزيزة. هو جوزك اسمه علاء ولا جلال؟ يا لولا افهم بس، نفسي افهم. بانسيون عزيزة خدمة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم، تليفون علشان. الو علاء بيه وصل. الو 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 مين؟ مدام ناهي. مالها؟ بتسلم عليك يا عزيزه. بتقولك هي في العنوان ده مستنياك عند واحده صاحبتها. حضري لي الفاتوره حالا.